الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين أحمده حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله خير من وعى ودعا وخير من عبد وسجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً ليس لها حد ثم أما بعد أيها المسلمون والمسلمات الإسلام في وطننا هو سر عزتنا هو سر انتصارنا هو سر وحدتنا وهذا الدين أعز الأولين يقول الفاروق عليه من الله الرضوان كنا قوما أذلة فأعزنا الله بالإسلام وكلما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال أهل العلم من المفسرين يحيينا الإسلام أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس الإسلام حياة للأمة ولو أصغت الأمة لكتاب ربها ولسنة نبيها عليه الصلاة والسلام لما استهزأ بها المستهزئون ولما ضحك عليها في دنيا الناس الضاحكون لأن الإسلام فيه عصمة هذه الأمة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم ما إن اعتصمتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي وكتاب الله عز وجل يدعو هذه الأمة إلى اليقظة من خلال الوحدة فيقول عز من قائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول في السياق ذاته من السورة ذاتها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات والبينات هنا تنقسم إلى قسمين بينات في كتاب الله المستور وبينات في المجتمعات الإنسانية من خلال الكون المنظور نرى المآسي بأمهات عيوننا هنا وهناك ورأينا كيف تقطع الأواصل ولابد على الأمة من يقظة ولابد على الأمة من عودة سريعة إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يقول في موضع آخر من كلامه العزيز الحكيم
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والمستفيد من تنازع أبناء هذه الأمة ليست الأمة، المستفيد عدو ظالم، عدو غاشم. المستفيد في دنيا الناس كما نشاهده بأمهات عيوننا في الأوطان، المستفيد هم تجار الأسلحة في العالم، المستفيدون هم سماسرة الحروب في العالم، المستفيدون هم أباطرة الصراع في الأوطان. لابد أن يعي المسلمون هذا، وإلا لدارت علينا الدوائر التي تدور على غيرنا في دنيا الناس. الله عز وجل دعانا للاستجابة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الإنسان الذي لا يملك القول السديد في قضايا الأمة المصيرية يعود إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وجاءه عقبة بن عامر عليه من الله الرضوان، قال: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك، لأننا نتحدث أحيانا في قضايا لو سئل عنها أمير المؤمنين عمر لجمع لها شيوخ بدر، ولكننا نتكلم في المقاهي، في الشوارع، في الطرقات سبالة دون ما غاية ولا هدف يرجى من كلامنا، وقد يكون هذا الكلام داخل في الفضول الذي نهينا عنه معشر المسلمين، لأن رب كلمة يقولها الإنسان تدخله الجنة من طيبها وحلاوتها وعذوبتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الكلمة الطيبة صدقة، ورب كلمة خبيثة تدعو إلى فرقة هذه الأمة، تهوي بصاحبها في النار 70 خريفا، لأنها كلمة بغيضة لا يحبها الله عز وجل، ولا يحبها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحبها الشرفاء والنبلاء، لا يحبها أفاضل الناس في المجتمع. كنا قوم جسد واحد، يد واحدة. الصحابة في الزمن الأول كانوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم تضامن، كلهم تراحم، كانوا كلهم تكافل فيما بينهم، بل أعلى من هذه القيم والأخلاق، كلهم إيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان أحد الكتاب المعاصرين يكتب عن الحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة في الزمن الأول فيقول: جاء الإسلام بالمثاليات القرآنية، فترجمها النبي عليه الصلاة والسلام إلى واقع بأخلاق أصحابه، وارتفع بالواقع البشري إلى درجة المثال، فكنا العالم الأول الذي يسبق الروم والفرس من خلال ماذا؟
من خلال إتيان الأوامر واجتناب النواهي والزواجر. الأمة اليوم غريبة عن دينها، الإسلام في واد ونحن في واد آخر، ولا بد من مصالحة مع الذات ومع الدين، لأننا لطالما ظلمنا قيمه وأخلاقه إذا ما قرناها بقيمنا وأخلاقنا وحظوظ أنفسنا. أين نحن من صدق الإسلام؟ أين نحن من إيثار المسلمين في الزمن الأول؟ أين نحن من الوفاء؟ أين نحن من حب وطننا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته المباركة الميمونة التي كانت قصراً من قريش، يخرج من مكة وهو يقول: والله إنك لأحب بقاع الله إلى قلبي، ولولا أن قومي أخرجوني منك لما خرجت. حب الوطن مسقط الرأس قبل أن تتهاوى عليه الفؤوس، لأننا كما قالت عائشة بنت الأحمر وهي آخر تجمع للخلافة الإسلامية بالأندلس، لما رأت ابنها على فرسه هارباً وفاراً من الأعداء، نظرت إليه ملياً وقالت له: ما لي أراك تبكي كالنساء ملكاً لم تحافظ عليه كالرجال. كيف يحافظ الرجال على الملك، على الوطن، ولا نملك أعز منه؟ عن طريق الدعوة إلى الوحدة وجمع الكلمة ورص الصفوف. الإسلام يعلمنا من خلال الصلوات الخمس الاعتدال والاصطفاف، ونحن أمة سورة الصف وأمة الاعتصام وأمة اليقظة. لا بد لنا من يقظة، لأن الوطن مستهدف من خلال قوى عالمية تريد أن تدخله في اللعبة الدولية. من كان يصدق أن بغداد تتهاوى؟ ومن كان يصدق أن الشآم الأشم يذوق مرارة هذه الآلام؟ ومن كان يصدق أن ليبيا بلد الشهيد عمر المختار يذبح من الوريد إلى الوريد على مرأى الرأي العام العالمي؟ ومن كان يظن أن اليمن الأشم بلد العروبة العرباء يزج به في آتون هذه النزاعات؟ فرطنا في اليقظة، ولا بد أن نعود وأن نراجع أنفسنا في موضوع اليقظة. والأمن نعمة امتن الله عز وجل بها على قريش في الزمن الأول، فقال عز من قائل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الإنسان إذا كان هو ما يخافش يخاف على البراءة، على الأطفال، يخاف على النساء، يخاف على الشيوخ الركع، يخاف على سمعة وطنه وعرض الوطن من عرض الإنسان. وعندما نقبل على التغيير نقبل على التغيير بأدواته الحضارية القانونية، وللشعب هبة وللباطل
جولة ولكن للحق صولة في دنيا الناس. لابد أن نفقه هذا وأن نستجيب للعقلاء. العلماء ينصحون، ونصائح أهل العلم من على أعواد منابر الجمعة، كلماتهم صارت تائهة في آذان الأمة. ألف أحدهم كتاب هموم داعية، ومن جملة مقالاته كلمات تائهة في آذان المسلمين. لا تجد المستمع ولا تجد المنفذ لها، وحري بنا أن نستمع وأن ننفذ وأن يعود الواحد منا إلى رشده، لأننا كنا قوما أذلة فأعزنا الله بالإسلام، وكلما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. جمع الكلمة ووحدة الصفوف، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، هذه من جملة وصايا القرآن. ويقول عز من قائل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ذهاب الريح يستفيد منها أعداء الإسلام وأعداء الوطن، وأعداء الإسلام بالأمس هم أعداء اليوم، وأعداء الوطن بالأمس هم أعداؤه اليوم. فما أجمل أن نتحلى باليقظة وأن نستجيب لله عز وجل وهو يدعون إليها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أقول ما تسمعون، وأدعو الله عز وجل أن يغفر الذنوب وأن يستر العيوب وأن يفرج الكروب، إنه ولي ذلك ومولاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، عندما نتكلم بمثل هذه اللهجة لا نقصد التخويف أبدًا. أمتنا وشعبنا لا يخاف إلا من الله تبارك وتعالى، وأمتنا لا تركع إلا لله تبارك وتعالى، ولكنها دعوة إلى الحيطة ودعوة إلى الحذر. والجزائر بحمد الله عقيدتنا فيها أنها محروسة من قبل الله تبارك وتعالى. يقول سيدي عبد الرحمن الثعالبي الجعفري صاحب الجواهر الحسان في تفسير القرآن: إن الجزائر في أحوالها عجب، ولا يدوم بها للناس مكروه، ما حل عسر بها أو ضاق متسع إلا ويسر من الرحمن يتلوه. نسأل الله عز وجل دوام الصحة ودوام الأمن والأمان والإيمان في وطننا وفي سائر الأوطان. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا بحفظه التام، وأن يرعاها بعينه التي لا تنام، وأن يكلأها في كنفه الذي لا يضام. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق ومن النفاق ومن سوء الأخلاق. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل إلى كنف النجاة مآلنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا يرحمكم الله. سووا الصفوف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم الله أكبر. الله